نهائي كاس مصر امبارح، واقول لحضراتكم الكواليس كمان حاولوا يعني امبارح كان في لقاء مهم جدا واجتماع مهم جدا بين دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري، وكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والاستاذ خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، والمهندس هشام نصر كمان نائب رئيس نادي الزمالك، كلها كوادر محترمه جدا، والاستاذ محمد يحيى رئيس الشركه المتحده للخدمات الرياضيه. اجتماع كان مهم وتناول هنا مناقشه جميع واخر الاستعدادات والترتيبات لمباراه نهائي كاس مصر اللي هتقام يوم 8 مارس في السعوديه. ووقتها توجه كمان بالامس وزير الرياضه بالشكر لمجلس اداره الاهلي ومجلس اداره الزمالك على الاجواء اللي كانت ايجابيه جدا، والمشهد المحترم اللي احنا شفناه يعني، والزياره اللي كانت عظيمه جدا، وزياره خلينا نقول تاريخيه بعد فتره طويله جدا من التجمد في العلاقات يعني. فأكيد كانوا بيتمنوا من جراء هذا الاجتماع أن يبقى في برضو استعدادات على أعلى مستوى علشان نظهر بالصورة اللي احنا نعرفها عننا، ويكون في كل الجوانب بقى تم الحديث بشأنها. إن شاء الله تكون مباراة قوية، بس إن شاء الله أكيد تحسم للنادي الأهلي، ده أكيد بنتمناه، وأعتقد يا كريم بإذن الله ده هيحصل يعني. أملنا كبير جدا في الفريق كالعادة يعني. إن شاء الله بإذن الله. على فكرة حضرات ده ما كانش الاجتماع الوحيد